عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدأ خبرنا ننساش نعمل لايك نشترك في القناة، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهاردة بيتكلم عن اللاعب الجزائري حسام عوار وهو بينتقل إلى الاتحاد السعودي واستقبال حافل جدا بيه، ربنا يوفقه في مسيرته. يلا بينا نشوف الكابتن حسام عوار. كل التوفيق والسعادة يا رب العالمين ولحضراتكم أجمعين يا رب العالمين، واشوفكم على خير في فيديو جديد وخبر جديد، وبحبكم في الله. وما تنسوش الشير واللايك وكمان تدوسوا على زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من الفيديوهات إن شاء الله.